السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سامر بكشي. تذكرون الوجبات الهندية اللي ورتكم إياها؟ اليوم بنجرب نكهة مالت بومبي، اللي هما رز المسالة ومع العدس، وبحطها لكم هنا وبجرب. طبعا بعد ما حطينا فيه ماي لمدة 7 دقائق صار بالشكل اللي تشوفونه هذا. بنحط شوي بنشوف طعمه وبنعطيكم ردنا. هذا عدس ورز مسالة، هذا رز النباتيين يعني، او اللي يبي شيء نباتي. هذا زي ما انتم شايفين، بجرب اعطيكم رأيي. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة طعمه لذيذ، عجيب صراحة. الله يعطيكم العافية، معكم سامر بكشي. حبيت بس أعطيكم رأيي في النكهات هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.